ونتابع هذه الصور من قبلة السواحل التركية لأول سفينة محملة بالحبوب التي انطلقت أمس من ميناء أوديسا الأوكراني وتحمل على متنها 26 ألف طن من الذرة، وهي أول سفينة انطلقت من أوكرانيا بعد الاتفاق الذي تم برعاية أنقرة والأمم المتحدة لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا. ينضم إلينا من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي، ونطلع منك محمد على آخر التدابير والمعطيات التي لديك عن وصول هذه الباخرة وعن عمليات التفتيش المرتقبة لها. كما تظهر الصور الآن فإن هذه الباخرة باتت قريبة جدا من السواحل التركية، نتحدث عن مسافة أقل من 5 كيلومترات ومسافة زمنية أقل من ساعة. يفترض أن تكون هذه السفينة وترسو قبالة الشواطئ التركية وأن تدخل مضيق البسفور حوالي الساعة 9 بالتوقيت المحلي، أي بعد أقل من ساعة من الآن، وسوف تبقى هذه السفينة في مكانها حتى 9 صباحا صباح الغد لتباشر في ذلك الوقت طواقم التفتيش والمنبثقة عن لجنة التنسيق المشتركة عمليات التفتيش لهذه السفينة والرقابة عليها عن قرب، وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقية. ومن ثم تتابع سيرها هذه الباخرة المحملة بحوالي 27 طنا من الذرة، ستواصل سيرها إلى الشواطئ اللبنانية، ولكن طوال هذه الفترة ستبقى خاضعة لعمليات المراقبة بوسائل الاتصال المختلفة ومن بينها الأقمار الصناعية، علاوة على التتبع تتبع مسار هذه السفينة كذلك عن طريق البحر. هذه السفينة كانت قد مرت بالممر الإنساني الذي خصص لعبور سفن الغذاء من الموانئ الأوكرانية، وستكون اسطنبول هي محطة كل السفن والبواخر التي سوف تنطلق تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة. وهذه العملية هي بمثابة اختبار أول للاتفاقية التي تم توقيعها في 22 من الشهر الماضي في مدينة اسطنبول، ونصت على تحريك سفن الغذاء الأوكرانية، واتفاقية أخرى نصت على تحريك سفن المواد الكيماوية من الموانئ الروسية بذات الطريقة نحو وجهتها إلى الموانئ العالمية. هناك تحديات ما زالت ماثلة أمام هذه العملية، ولكن هنا نلمس يعني تعاونا من قبل ممثلي الجهات الأربعة، روسيا أوكرانيا المتحدة وتركيا، بشأن تسيير حركة هذه السفن وضمان نجاح تنفيذ هذه الاتفاقية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي.